50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. من زين الليل يبان صباح وندق على شباك الشهر. الحومة العربي الكفاية بو مخلوف، حمام بن خليفة القديم، والقهاوي الزمنية، وهي بيدها الفنية، حومة السويغية اللي شملتها حالة الوعي وخليت شبابها يبدع بفن في حيوتها بالرسمة والألوان المزيانة. بعد الانتخابات اللي صارت في تونس بدأت انتشرت حالة الوعي على الفيسبوك الكل. قلنا علاش ما نبدوش حالة أما حالة الوعي. خممنا أنه في فكرة صحايب، صحايب هذوم باش يكونوا في المدينة العربية. مشينا دقينا ببين متاع الحوم العربي، التجار الموجودين غادي كينا برشا شجعونا وعطونا الفلوس وعلقنا كصحاب هذوكم. اليوم وصلنا يمكن 350 صحابة موجودة في المدينة، برشا برتاج، برشا عجبتهم الفكرة. عمل حاجة المزيانة اللي المدينة العربي عطت تصويرة أخرى، واليوم هاكم تشوفوا صحاب موجودة مرفرفة في الفوق. أحمد الحري، بحار من بخالطة، أو بالأحرى معناها نسمى غطاس. البرت قاعد ديما يتمسخنا من بالأعشاب البحرية. الدرية كي الفلاكش تمشي معناها تبدأ ماسة في القاعة، الفلوكة تبدأ تمشي فم البرت غلط خاطر خدمته نورمال مو الفنار يفوت الفنار هيك تلقاه هما حاطين مقابلين بعضهم. الساعة هو طاقة الاستيعاب متاعه ما عادش يرفع برشا فلايك، كثرة الفلايك وزاد عملونا ثلاثة شركات متاع تربية أسماك. محمد فاروق تركي 16 عام، مغروم بدومين روبوتيك وتسكين وفوتي تكنولوجي. اخترت الدومين هذاتي خطر حاليا في العالم في قيد التطور، لكن في تونس نحن نحاول باش نطوروا فيه. كنت صغير كنت مغروم بدومين الروبوتيك، وكنت كل مرة نركب كهرباء بالعجالي دي موتور ونخدم في البروجي. السنة الفارطة خدمت بروجي للمكفوفين اللي هو من أحسن البروجي اللي خدمتهم. بروجي هذاتي يعاون مكفوفين باش يديتكتي لزوبستاكل بار ديستانس. من أهم الشهيد اللي خذيتها فيستيفال دي سيونس اللي تحصلت فيه على المرتبة الرابعة، تحصلت على شهيد أخرى دومين الروبوتيك والأيروموديليزم والبروغراماسيون أون لانجاج سي وسي بلس بلس. دومين الروبوتيك باش نتعرضوا لمشاكل بحكم أننا إحنا عالم ثالث، حقوا الماتريال اللي مش متوفر في تونس. شوف روحي بعد 5 سنين برمي لي مايور أنتربرونور في تونس، وزادا نحب نواصل في دومين الانجينيور.